السلام عليكم تلاميذ التلميذات الاباء والامهات، مرحبا بكم عند بروف عبدو. كنتمنى تكونوا بصحه جيده. فهاد لا فيديو غنشوفوا واحد الخبر اللي خرج اليوم كياكد على اقتراب نهايه الفرنسيه بالمغرب، ولكن قبل من هادشي اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم اي جديد. هذا الخبر اللي تنشر اليوم في جريدة هيسبريسو توصلنا به تيقول بأنه تستمر في تمدد دائرة المطالبين بالتخلي عن الفرنسية واعتماد اللغة الإنجليزية في المدرسة المغربية لتصل إلى قطاع التعليم الخصوصي الذي يعد من بين القطاعات التي تمثل حاضنة للغة الفرنسية. قال لك بأن العريضة ديال التخلي عن الفرنسية وصلت حتى لقطاع التعليم الخصوصي. قال لك بأنه انبثق صوت ناصر بالفاسي وهو النائب الأول لرئيس رابطة التعليم الخاص بالصخيرات وهو كذلك مؤسس مدرسة خصوصية، طالب في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية بتبني اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى في المملكة. يعني المدارس الخصوصية في المغرب الإخوان بدأوا هما كيصيفطوا رسائل لوزير التربيه الوطنيه كيطالبوه باش انه يتبنى اللغه الانجليزيه كلغه اجنبيه اولى في المملكه عوض اللغه الفرنسيه. هذا الموقف اللي عبر عليه هذا الفاسي جاء من منطلق ديال ضروره تعامل المغرب بالمثل مع فرنسا، كما كتعرفوا بانه كاينه سلسله من المواقف المضاده لمصالح البلاد اللي تبنتها فرنسا، وهذا الشيء ادى لدخول العلاقات بين هاد البلدين الى واحد المنعطف غير مسبوق من التوتر. يعني هادشي دبلوماسي ما بين فرنسا وما بين المغرب. وكما كتعرفوا كذلك فران المغرب كيسير نحو الانفتاح اكثر على اللغه الانجليزيه، وهادشي اكدوا وزير التربيه الوطنيه فاش قال بان الوزاره كتعطي واحد الاهميه كبيره لتدريس اللغه الانجليزيه، اذ تدرس في 2200 مؤسسه تعليميه من طرف ما يناهز 9000 استاذه واستاذ. واللي تاكد كذلك بان الحكومه كتوجه نحو اعتماد اللغه الانجليزيه بشكل كبير هو في التصريح ديال وزير التربية الوطنية اللي قال بأنه كاين احتمالية ديال تدريس بعض المواد العلمية باللغة الإنجليزية. الإخوان كان هذا هو الخبر اللي توصلنا به اليوم، ما تنساوش أنكم تعطيوني الآراء ديالكم في التعاليق، شنو بان لكم في هذا البلان هذا أولا في هذا الخبر الجديد. هادشي اللي كان الإخوان، ما تنساوش لايك كومونتير، تابونوا في القناة، فعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم أي جديد. هادشي اللي كنشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.